ممكن حضرتك تكلمنا عن يوم اليتيم وان الدوله المفروض تقدم لهم ايه في اليوم ده؟ لا والله، هو يوم اليتيم طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام اوصانا باليتيم وقال انا وكفل اليتيم كهتان في الجنه. فطبعا كفاله اليتيم دي حق، في يعني فرض في حق كل شخص وفي حق الدوله بالتبعيه يعني. فبصراحه انا شايف ان هي واجب على كل شخص قبل الدوله. يعني احنا لو كل واحد عامل اللي عليه وقدم لليتيم حاجه في يوم زي ده مش هيبقى حاجه للدوله تلحق تعملها. ايه اللي بيحصل؟ هو اول حاجه طبعا بنعمل لهم حفله كبيره بيبقى فيها بقى عرايس ويبقى فيها حاجة موسيقى ويبقى فيها حاجات حفله بمعنى كلمه حفله عشان يدخل البهجه على الاطفال دي. دي حاجات معنويه. ايه الحاجات الماديه؟ الحاجات الماديه ان هو خليني اقول لك ان هم اوريدي في مؤسسات، فالحاجات الماديه لا بترسل هدايا رمزيه، اذا كان في مثلا شنط لو كان هم في مدارس، اذا كان في كتب، اذا كان في حاجات مدرسيه، لكن حاجات يعني كبيرة لا، لأن هو موضوع رمزي، احتفالات رمزية. هم في الأصل أطفال في مؤسسات ليهم فلوس وليهم حرفة وليهم وليهم وليهم، أما الأطفال اللي بيجوا من البيوت دول بيحتفلوا بس باليوم عشان يبقى في حد حواليهم، يعني عشان يوصل لهم الشعور. حضرتك شايف إن الدولة المفروض تعمل لهم إيه في اليوم ده؟ والله أنا مش عارف الدولة هتعمل إيه بصراحة. يعني المفروض يعني المفروض يعني المفروض هو إحنا عندنا مشكلة في موضوع الأطفال. أنا يمكن الاطفال اللي في المؤسسات اكثر حظا من اللي بره المؤسسات. المواطن عادي ان انا اقدر اقدمه اول حاجه مثلا كفايه الناحيه الماديه ان انا اللي اقدر اساعد بيه مش مشكله. برضو التوعيه ان انا لو اشارك في حملات توعيه زي كده هو مش اي مشكله عادي. برضو من الناحيه التعليميه ان انا ممكن مثلا اقدم للشخص ده استفاده علميه، من ناحيه ان انا ادلهم او ارشدهم على الحاجات محتاجينها، بس مش هقدر اقدم لهم اي حاجه قد الدوله. يعني الدوله هي اللي عليها عبء اكتر من انا كمواطن. بس حقيقه يعني هو طبعا الدوله مش ممثله في التضامن الاجتماعي يقدموا لهم هدايا، وكان في مثلا سن يعني مناسب لان يشوفوا لهم عمل او مهنه يتعلموها وبحيث تنفعهم مستقبلا، وكذلك الناس رجال اعمال المعتدلين وكده برضه يتبرعوا للاماكن اللي هي هو الشباب والشابات اللي فيه اللي ينتجوا اي شيء، يعني يتعلموا مهنه حرفيه وفي الوقت نفسه يبقى ليهم مستقبل في المجال ده. توفر لهم رعايه نفسيه قبل اي حاجه، لان اليتيم ده بيبقى مريض نفسي، ما بيحس ان هو وحيد، بيبقى نفسيته تعبانه. اهم حاجه الرعايه النفسيه مدربه ازاي تتعامل مع اليتيم كويس، توفر له اللبس، الماكل، المشرب، المدرسه كويس. هذا اهم شيء بالنسبه لليتيم. طب انت شايف احنا كمواطن ده دور الدوله، انت ممكن تقدم لهم ايه في يوم زي ده؟ او احكي عن حضرتك. نفس الشيء، مؤسسات الدوله كلها مش مؤسسه واحده. المفروض طبعا هو في الاول وفي الاخر مش ذنبه انه حتى لو دولة اخلاقيه كده انا اخو اللي بيلعب هو لازم يعتمد او الدوله تعتمد فكره ان اليتيم ده شاب مصري لازم يتم تاهيله بحيث يكون مفيد للمجتمع. الناس يسالوا عليهم وكده حتى لو ما يعرفوهمش، بس هم زي اخواتنا يعني، قدم لهم حاجات مساعده. تمام. انت شايف ان الدوله ممكن تقدم لهم ايه كمؤسسات؟ المفروض تقدم لهم رعايه في التعليم وفي الاكل ولبس وسكن وكده، تحسسهمش ان هم مش لاقيين حد، تحسسهمش ان هم اقل من الناس. يعني واليتيم طبعا ربنا وضح والرسول صلى الله عليه وسلم وضح كلام كتير قوي، ان احنا يعني بمعنى كلام خالص ان احنا يعني نخلي بالنا عليهم ونرحمهم ونعطف عليهم ونشوف اللي يقدر مننا يعني ربنا يمديله من امكانياتي، شوف لي احتياجاتهم يعني زي ما انا محتاج هم محتاجين، زي اي انسان محتاج اليتيم محتاج.